أحبتي وأصدقائي في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حضرتك لو عندك كحول الإسايل تركيز 99.9%، يعني حضرتك يعني مقارب ل100% أو يقل قليلا 1%. هنعتبره إن تركيز الكحول اللي هو كحول الإسايل اللي أمامكم دوت أو الإيثانول تركيزه 100%، هو الشركة كاتبة على عليه 99.9. طبعا بنفرغ منه في الزجاجة اللي هي 5 لتر، بنفرغ منه في اللي هي الأداة اللي احنا بنعبي بيها أثناء تركيب العطور. يبقى حضرتك لو عندك الكحول الإسايل اللي هو الإيثانول تركيز 99% والشركة كاتبة عليه والبيانات بتقول لك إنه 99%، هل يصلح هذا الكحول لصناعة وتركيب العطور؟ طيب في الإجابة هتكون لأ، لا يصلح هذا الكحول بالصورة اللي حضراتكم شايفينها دي في تركيب وصناعة العطور. طيب امال حضراتكم هنعمل له ايه او هنعمل فيه ايه او ايه الاجراء المتخذ على اساس ان نجعل هذا الكحول صالح لتركيب وصناعه العطور؟ لازم ان يخفف بالماء المقطر، لازم انه يتخفف بالماء المقطر، لان التركيز المضبوط لصناعه وعمل العطور لازم يكون في حدود ما بين 95% إلى 96%. وكثير من الناس يعني اللي بيشتغلوا في مجال العطور بيختلط عليهم الأمر، يقول لك أنا عندي كحول طبي 99% و9 من 10، أو يقول لك أنا عندي كحول طبي 96%. أولا الكحول الطبي على أساس نكون عارفين معلومة قبل ما نتكلم على موضوع الكحول الإسايل ونخففه إزاي، الكحول الطبي بيكون تركيزه في حدود 70%، لا يزيد عن تركيز 70%، لأن تركيز الكحول الطبي 70% ده هو التركيز المخصص لإجراء عمليات التعقيم والتطهير. أما كحول الإسايل اللي هو الإيثانول بالتركيز العالي 99.9%، رغم أنه تركيزه عالي ممكن يوصل 100%، ولكن لا يقوم بعمليات التعقيم وعمليات التطهير. يبقى احنا لابد نكون عارفين ان الكحول الطبي ده تركيزه بيكون 70%، يعني نسبة الماء المقطر بتكون فيه عالية بتصل الى 30%. طيب حضراتكم انا جبت ازازة زي اللي معايا دي 5 لتر وعايز اعمل منها عطور او اركب منها عطور، طيب هنركب العطور ازاي؟ لازم تخفف بماء مقطر، يكون عندي ماء مقطر بأشتريه من أي صيدلية بشرية، ماء مقطر والماء المقطر متوفر وتمنه رخيص، وأخفف به كحول الإسايل اللي هو تركيزه عبارة عن 99.9%، وإحنا قلنا حضراتكم هنعتبره يعني مجازا 100%، لأن هتفرق عن 100% 1%. طيب بنعمل ايه على اساس ان احنا نخفف الكحول؟ لو حضرتك عندك الكحول عايز، طبعا هتكون حضرتك عايزه في حدود 95% أو 96%، فعايزينه يوصل للنسبة دي، ما هو مش عايزين التركيز العالي. هنعمل ايه لو احنا هنقول كل 95 الحاجة المظبوطة على اساس يطلع التركيز، كل 95 جزء من كحول الإسايل اللي هو 100% أو 99.9% هيلزمه 5 جزء من الماء المقطر، أو بمعنى لو عندك 95 ملي من كحول الإسايل اللي هو الإيثانول هيلزمه 5 ملي، هيلزمه 5 ملي من الماء المقطر حتى تحصل على كحول إسايل تركيزه من 95% إلى 96%. حضراتكم مثلا فرضا ان انا عندي مثلا زجاجة حجمها 30 ملي زي اللي معايا دي كده، هتاخد كام
هتحتاج كام يعني اللي دي الازازه دي لو انا هعمل لها عطر وهعبيها بالكحول يعني 30 مللي، هتحتاج في حدود مللي وربع من الماء المقطر، يعني في حدود واحد وربع يعني 1.25 سنتي متر مكعب او ما يقابلها بالملي حجم، يبقى 1.25 مللي من الماء المقطر. طيب لو عند حضرتك ازازة حجمها 50 مللي، لو عند حضرتك ازازة حجمها 50 مللي، هتاخد 2.5 مللي، هتضيف عليها 2.5 مللي من الماء المقطر، هتضيف عليها 2.5 مللي من الماء المقطر حتى يكون تركيز الكحول اللي داخل العبوة العطر اللي عندك تركيزه 95 او 96%. طيب الاحجام اللي عندي دي احجام 100 مللي، الاحجام اللي عندي الزجاجات دي احجام 100 مللي. طيب لو انا عندي 100 مللي يعني عبوة عندي 100 مللي وعايز اعبيها بالكحول الاسايل، هي طبعا بيكون داخل في تركيبه العطر اللي هو الزيت العطر والمكونات الاخرى، هحتاج كام من الماء المقطر؟ هحتاج 5 مللي من الماء المقطر. حد بيسأل سؤال يقول طيب افرض انا عايز يعني او في محل بشتغل في محل او بشتغل من البيت وعايز ادرب الكمية على بعضها بحيث ان ما يعني كل ازازة مش هقعد اضيف عليها 2.5 مللي او 5 مللي او مللي وربع على حسب حجمها، لا انا عايز اضيف اعمل كمية من الكحول، اخفف كمية من الكحول من 100% حتى اصل الى تركيز 95 او 96%. طب هعمل ايه؟ حضرتك لو حضرتك عندك لتر من كحول الاسايل اللي هو تركيزه 99.9%، هتضيف له حوالي 50 مللي من الماء المقطر، هضيف 50 مللي من الماء المقطر لللتر الواحد. طيب لو عندك 2 لتر يعني عندك عايز تدرب 2 لتر وتحول تركيزهم من 99.9% الى 95 او 96%، هتضيف ما يقرب من 100 مللي من الماء المقطر، هتضيف 100 مللي من الماء المقطر. طب لو عند حضرتك مثلا عبوة او كمية من الكحول الاسايل بتكون عبارة عن 3 لتر، هتضيف كام؟ ايوه هضيف 150 مللي من الماء المقطر، يعني لو عندي عبوة 3 لتر هضيف لها 150 مللي من الماء المقطر. طب فرضا عندي عبوة 4 لتر او عندي كمية من الكحول مقدارها 4 لتر من الكحول اللي هو 99% ماء مقطر، 99% تركيزها من الكحول، هضيف لها كام؟ الاربع لتر دولت هضيف لها 200 مللي، هضيف 200 مللي من الماء المقطر. فرضا عندي العبوة بالكامل زي العبوة اللي قدام حضراتكم دي حجمها 5 لتر من كحول الإسايل اللي هو الإيثانول اللي هو تركيزه 99.9%، هضيف لها كام من الماء المقطر؟ ايوه انا يعني متاكد ان في ناس عارفه وحاسبه تركيزات مظبوط، هتقول لي هنضيف 250 مللي من الماء المقطر، هضيف 250 مللي من الماء المقطر. حضراتكم يبقى بكده احنا عارفين يعني حوالي ربع لتر، يعني عبوه زي اللي قدامي دي 5 لتر من كحول الاسايل تركيز 99.9%، هضيف لها ما يقرب من ربع لتر يعني 250 مللي من الماء المقطر حتى يتم التخفيف من 99.9 من 99.9 الى 95 او 96%. حضراتكم بنقول ليه؟ لان حضراتكم ما ينفعش حد يشتغل بالعطر التركيز العالي ده لانه بيتبخر بسرعه وبياخد معاه الزيت العطري وبيكون يعني تاثيره سلبي في صناعه العطور، ولكن اضافه الماء المقطر بتدي يعني للعطر الثبات، وال يعني الثبات بيكون ثبات عالي وبتدي له فوحان وبتدي عطر مطابق للمواصفات. علاوه على انه ان الماء يعني الماء المقطر ده له او له صفات عديده جدا بتبدا يرتبط مع الكحول الاسايل مع الزيت العطري مع مثبت لو كنت خصوصا لو كنت ضايف جليسرين، وده في المجمل العام بيحصل فيه تجانس
ما بين هذه المكونات عن طريق يعني ما يسمى بتفاعلات كيميائية معينة على أساس الروابط اللي هي الأو اتش الموجودة في كل منهم، فبيتم التحادم ويتم التجانس ويتم الاتحاد والارتباط ما بين هذه المكونات، وبتاخد في النهاية عطر عالي في وفي الثبات وفي الفوحان. وبرضو المعلومة اللي بننبه عليها ان اي حد في محل بيقول لك انا عندي زيت طبي، كحول طبي، عندي كحول طبي بستعمله في العطور. حضراتكم الكحول الطبي دايما له اغراض، واحنا قلنا تركيزه 70% وله اغراض في التعقيم والتطهير، ولازم يكون تركيزه 70%. ولكن تركيز الكحول الايثايل اللي هو الايثانول اللي بيستخدم في صناعة العطور لابد أن يكون تركيزه محصور ما بين 95% إلى 96%. على أساس كده كل حاجة وليها تركيز، مع الأخذ في الاعتبار أن احنا نكون حذرين جدا وإحنا بنشتري الكحول الإيثايل اللي هو الإيثانول يكون من مصدر موثوق منه، مصدر موثوق منه، سواء كان محل عطور جمرة يعني بتشتري من أي حد بيبيع جملة في العطور أو من أي شركة، لابد يكون موضح البيانات ومكتوب على العبوة اللي عند حضرتك إن ده كحول إيثايل اللي هو الإيثانول، وكاتب عليه تركيز، لأن في كحول نوع تاني كحول الميثايل أو الميثانول ده خطر جدا على الصحة، وحضراتكم هنعمل برضه فيديو عن خطورة استخدام الكحول الميثايل وهو الميثانول في صناعة العطور، لأن ده اللي بيستعمله طبعا الناس بيكون يعني بيكون غشاشين يعني بيكون يعني بيغش في صناعة العطور، ولأنه رخيص عن كحول الإيثايل فبيستخدمه على أساس بيكون بيحصل على أرباح عالية. ولكن العطر اللي هو آمن في استخدام الآدمي وفي صناعة العطور وبالنسبة للبشرة والعطر نفسه لابد أن يكون كحول إيثايل تركيزه اللي هو الإيثانول تركيزه ما بين أو ما بين تركيز 95% أو 96%. ده المجمل الكلام حضراتكم، يعني بنتهز الفرصة يعني بعيد على حضراتكم وأقول لحضراتكم كل عام وحضراتكم بألف صحة وألف خير بمناسبة عيد الفطر المبارك، أعده الله عليكم جميعا بالخير واليمن والبركات. معلش انا حضراتكم بطول عليكم شويه لان بحب اقول معلومات مفيده، لان القناه عندي هادفه، واكون سعيد باشتراك حضراتكم في القناه ومتابعتنا، ويعني احنا بنقول عايز اي حاجه من حضراتكم انا تحت امره يسال وانا تحت امره يعني، ومش بنتاخر عن اي حد. لكم الشكر والتقدير، تحياتي لكم، دمتم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.